السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة ملك المناجم. الفيديو النهاردة فيديو شيق جدا وفيه مفاجآت وفيه أسرار، هنطلع أسرار النهاردة أول مرة حد هيتكلم عليها على السوشيال ميديا، سر الوصول إلى صخور عروق الذهب أو عروق الذهب تحت الأرض. مثلا لو عرق الذهب كان تحت الأرض حوالي 3 متر، إزاي أعرف العرق وإزاي إن أنا أوصل لعرق الذهب عشان أطلع الذهب؟ أعزائي مشاهدين القناة، الأسرار اللي هنشرحها النهاردة ركز فيها كويس، ومن ضمن الأسرار اللي هنشرحها النهاردة طريقة اكتشاف صخور عروق المر وطريقة اختبار الصخور للوصول إلى عروق الذهب. أعزائي مشاهدين القناة، طبعا الجبال والوديان في جميع الدول العربية مشهورة بعروق الذهب، وعروق الذهب الموجودة في الدول العربية 90% من عروق الذهب الموجودة في الدول العربية فيها ذهب، وفيها نسبة من الذهب تختلف فوق الأرض لحد تحت الأرض. النهاردة احنا هنوريكم ازاي ان احنا بنوصل للعروق وطريقة الوصول إلى عروق الذهب. طبعا الجهاز اللي انت شايفه ده جهاز من الأجهزة الموجودة في السوق، لكن الخبرة بتلعب دورها، مش الجهاز. الجهاز حوالي 10% من الوصول الى عروق الذهب، لكن الشخص اللي امامكم اللي انتوا شايفينه ده خبرة عشرات السنين في وصول الى صخور عروق المر واللي تحت الارض. الجهاز موجود لكن الخبرة هي اللي بتوصل، مش الجهاز الخبرة. بمعنى ان ممكن تلاقي اجهزة لكن مفيش حد معين يقدر يشتغل عليها ويوصلك للعروق. الشخص اللي امامكم ده اعزائي مشاهدين القناة بيوصل لعروق الذهب من اول مرة ينزل المنطقة، يقول لك العرق على كم متر بالظبط، وتخن العرق او عرض العرق قد ايه، وكم نسبة الذهب الموجودة في العرق، وفين العروق الرئيسية في المنطقة اللي تقدر توصل لها وتقدر تستخرج الذهب منها بكميات، ويقول لك فين العرق الرئيسي اللي هو المزر الام، العرق الرئيسي اللي هو غني جدا بالذهب، لان دايما بيكون فيه عروق فرعية بتكون نسبة الذهب فيها تتفاوت، وفي عروق عميقة تحت الارض وهي العروق الام اللي بيطلع منها العروق الصغيرة. يعني ممكن تلاقي عروق صغيرة وتلقى فيها نسبة كبيرة من الذهب، لكن لازم ان انت تتبع العرق ده لحد ما توصل للعروق الكبيرة. هتقابلك مصاعب لو انت من غير جهاز، لكن الجهاز مع الخبرة مع الشخص اللي انت شايفينه ده بيوصلك لعروق المر. هي دي سر ملك المناجم وسر شركة ملك المناجم للوصول دايرك لعروق المر. الشركات الكبيرة بتصرف ملايين الدولارات في عملية الفحص فقط، يعني في شركات بتعدي 3 مليون دولار عشان يفحص الارض ويعرف كمية الذهب الموجودة في الارض وهل فيها ذهب ولا لا. لكن احنا والحمد لله مع الخبرة الشخص اللي انتوا شايفينه امامكم، الخبرة هنا وصلتنا الى عروق المر بدون تكلفة اللي هي بتوصل ملايين الدولارات وفحوصات. لكن المشكلة ان الناس لازم ما بتقتنعش بالخبرة، لكن الشخص اللي امامكم ده بوصلنا دايرك لعروق المر بدون اي تكلفة وبدون اي تكلفة باهظة، لكن بالعقلية والخبرة بتلعب دورها. وطريقة عمل الجهاز بيشتغل على الايونات اللي هي حوالين عروق المر. الايونات اللي هي بتشتغل او حركة الايونات الموجودة حوالين عروق المر بيلتقطها الجهاز، وهنا بيقوم الشخص اللي امامكم الخبير بعملية تفسير ودمج القراءة اللي جاية من تحت الارض، وهنا خبرته بيقول لنا كم نسبة الذهب الموجودة في العرق، وكم المسافة اللي هي بين الارض لحد ما نوصل للعرق، وكم هي المسافة للعروق الرئيسية اللي تحت الارض اللي بتكون غنية بخام الذهب. اعزائي مشاهدين القناة، دي من الاسرار اللي بنقدمها لكم النهاردة. هنا بيقوم بعملية دمج القرايات مع بعض عشان يوصل للعرق الرئيسي اللي هو تحت الارض، وعشان يقول لنا نسبة الذهب الموجودة في العروق دي وهل احنا نقدر نشتغل عليها ولا لا. ده بوفر معانا كتير في الامكانيات والمصاريف، في نفس الوقت مضمون 100% بوصلنا بدون اي غلطة ولا غلطة بسيطة جدا بالقياس المظبوط بنوصل لصخور عروق المر. وعزيزي مشاهدين القناة، احنا دايما نحاول نوضح لكم الاسرار عشان الجميع يوصل الى عروق المر والجميع يبتدي عملية استخراج الذهب وعملية استخراج الذهب من صخور المر. اعزائي مشاهدين القناة، لا تنسى نشر فيديوهات الصحيحة عشان الجميع يستفاد من مجموعة الفيديوهات التعليمية على قناة ملك المناجم اللي بنشرح فيها عمليات استخراج الذهب وعملية الوصول للذهب بالمجان لاعزائي مشاهدين القناة وللشعوب العربية كلها عشان توصلوا لخام الذهب. أعزائي مشاهدين القناة، طبعا عملية الوصول إلى خام الذهب وعملية العمل على هذا الجهاز قلنا هي بتحتاج خبرة، والرجل اللي أمامك ده عنده الخبرة الكافية سنين وهو شغال في المجال ده عشان يحدد أي إشارة بتطلع بالجهاز وأي هزة في إيده، كل هزة وليها معنى، يعني الموضوع مش بالساهل، كل هزة هو بيعملها ليها معنى، والقرايات بيجمع القرايات وكل قراءة مع اللون بتبين شيء معين هو يعرفه، ويقول لك مثلا الحتة دي فيها عرق، العرق ده حوالي 2 متر تحت الأرض
او العرق ده فيه نسبة ذهب تتخطى الجرام ونص في الخمسين كيلو، وممكن كمان ان هو يحدد ليك كل حاجة شاملة في الجهاز، وكمان بيحدد ليك كمية الذهب اللي تقدر تطلعها من العرق ده، وازاي ان انت توصل كمان عمق وتوصل للعروق الرئيسية على كم متر والاتجاه الصحيح عشان تكمل مع العرق. يعني جميع التفاصيل المملة هيوصلك لخام الذهب وهيوصلك لعروق الذهب، كل حاجة وليها معنى هو عارفها، ودي شغلانته من سنين عشرات السنين، وعارف كل خطوة هو بيعملها ازاي. الأجهزة موجودة في السوق كتيرة، لكن فين الشخص المعين اللي يقدر يشتغل على الجهاز؟ من بين مليون شخص تلاقي لك شخص او شخصين او خمسة ماكسيما هم اللي عندهم الخبرة مع السنين، لان الخبرة مش من سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، لا الخبرة بتبقى عشرات السنين عشان تقرأ جميع الاشارات اللي طالعة من الجهاز وتفسرها حسب خبرتك اللي حصلت معاك. الراجل اللي امامكم ده عدت عليه حاجات كتيرة، غلط كتير لحد ما وصل للخلاصة في تحديد عروق المرة. اعزائي مشاهدين القناة، احنا بنحاول نقدم لكم المعلومات الصحيحة، فحاولوا تساعدونا بنشر المعلومات الصحيحة للجميع، ولا تنسوا الاشتراك في المسابقة اللي هي عبارة عن 10 فائزين معانا اول مرحلة، والمراحل الجاية هيبقى فيها عشرات الفائزين بجرامات الذهب. شروط المسابقة: علق على جميع الفيديوهات وشير جميع الفيديوهات واعمل لايك لجميع الفيديوهات. اعزائي مشاهدين القناة، اعزائي مشاهدين القناة، زي ما انت شايف امامك الجهاز اللي انت شايفه عبارة عن جهاز بيحول المسح للارض الى قراية قدامك، ويقدر عن طريق القراية دي ان هو يعرف ايه الموجود في باطن الارض بعد عملية التحديد السليم. لو مثلا قلنا على 2 متر هننزل 2 متر تحت الارض ونتفاجأ بوجود العرق، نفس العرق اللي هو ذكره امامنا اعزائي مشاهدين القناة، وهنوريكم كل حاجة. خليكم معانا لنهاية الفيديو عشان هنوريكم جميع التفاصيل اعزائي مشاهدين القناة. طبعا اللون الاخضر اللي انتوا شايفينه ده دي العروق الموجودة في المنطقة واللي هي فيها نسب من الذهب، واللون الاحمر ده برضو بيبين نسب الذهب العالية في العروق اللي هي على اعماق معينة. وعلى الطريقة دي احنا بنبتدي عملية الحفر السطحي عشان نبتدي نستخرج الذهب من بداية العرق اللي هتشوفوه دلوقتي عزيزي المشاهدين اللي امامكم دلوقتي. كده احنا ابتدينا عملية الفحر ونزلنا حوالي 2 متر او 2 متر ونص، وصلنا للعرق اللي هو امامكم. طبعا انتوا مش شايفين العرق، العرق اللي امامكم هنوريه لكم دلوقتي اللي هو تحت الارض اللي هو عريض جاي بالعرض. نسبة الذهب في العرق اللي انتوا شايفينه اعزائي المشاهدين حوالي جرام ونص في الخمسين كيلو، يعني المية كيلو 3 جرام، 3 جرام في 10 حوالي 30 جرام في الطن الواحد كالبداية على سطح الارض. تخيل عزيزي المشاهد ان طن الحجر من الحجر الامامك ده من صخور عروق الذهب في حوالي 30 جرام في الطن الواحد. طبعا طن الاحجار ما بيكونش كبير، طن الاحجار لان الحجر الذهب بيوزن، فتلاقي ان الطن حوالي 5 شكاير او 10 شكاير، كل شكارة 50 او 100 كيلو، هتلاقي نفسك وصلت للطن اللي هو 100 كيلو بسرعة من اول بداية العمل، لان عروق الذهب بتكون تقيلة جدا والوزن تقيل جدا. عشان كده بنقول لك في الشكارة 50 كيلو فيها جرام ونص من الذهب. اعزائي مشاهدين القناة، احنا بنحاول نوصل لكم المعلومة السهلة جدا، والشكل اللي امامك اعزائي مشاهدين القناة صخور عروق الذهب. لو تلاحظ شكل العرق عبارة عن ابيض وفيه صفار، دي هي العروق اللي بتكون غنية بالذهب. الشكل اللي امامك من عروق صخور المر ده الحجر المتأكسد، اغلبية اللون ابيض وتلقاه غامق كده فيه اسود، وعلى سطحه عبارة عن تأكسدات باللون الاصفر واللون الذهبي. ده العرق اللي بيكون فيه الذهب. طبعا الذهب مش هتشوفه بعينك، لكن بيكون الذهب داخل الحجر من جوه بعد عملية الطحن. مثلا لو 50 كيلو من الحجر اللي انت شايفه، ال 50 كيلو هتجيب لك جرام ونص. طبعا انت مش هتشوف الذهب بعينك، لكن بعد عملية الطحن وعملية الغسيل وبعد كده عملية الجمع بالزئبق هتلاقي فيه ذهب معاك. واحنا شرحنا العمليات كلها موجودة في مجموعة الفيديوهات اللي موجودة اول تعليق، هتلاقي جميع الفيديوهات فيها شرح كامل اعزائي مشاهدين القناة، وفيها عملية استخراج الذهب بعد الوصول لصخور المر. اهم حاجة عزيزي مشاهد القناة ان انت توصل للعروق، عروق المر، عروق المر. ولو وصلت لعرق المر وفيه ذهب، حتى لو كان على سطح الارض ومفهوش ذهب، انزل معاه 2 متر تحت الارض. اول ما تنزل 2 متر بنسبة 60% هتلاقي في العرق ذهب. لو لقيت نفس العرق ونفس الشكل اللي انت شايفه ونزلت بيه حوالي 2 متر تحت الارض هتلاقي نسبة من الذهب، هتبتدي معاك 15 جرام في الطن، ويمكن توصل 30 وممكن توصل 40 جرام في الطن. عزيزي المشاهد، احنا بنحاول نسهل المعلومات عشان الجميع يستفاد، والله العظيم احنا بنحبكم في الله وبنشرح جميع المعلومات، والحمد لله احنا عندنا مناجم للذهب
والحمد لله بنستخرج الذهب، بس عاوزين الجميع يستفاد لان الخير موجود في الوطن العربي. اول حاجه طلع ترخيص وابتدي عمليه استخراج الذهب من تحت الارض. ابتدي الترخيص، اعمل شركه انت ومجموعه من اصحابك وابتدي عمليه استخراج الذهب، واحنا ممكن نشرف عليكم لو انت وصلت لعروق الذهب، ممكن نوصلك بعمليه الاشراف. انتسب معانا واحنا هنحاول ان احنا نشرف عليكم لحد ما توصلوا لعروق الذهب. كل حاجه موجوده عندنا في القناه، وان شاء الله نوصل مجموعات كبيره زي ما ناس وصلت الى سهور عروق المر. اعزائي مشاهدين القناه، لا تنسى دعاء الوالدين ووالديك بالرحمه والمغفره، وصلي على رسول الله. ولا تنسى عزيزي المشاهد ان احنا نكون باذن الله، ندعي ان احنا نكون كلنا عند ربنا سبحانه وتعالى في الفردوس الاعلى من قلب ابيض نظيف. وتحيه للجميع، نحن نحبكم في الله.